أحب بهدوء وبدون حماس بالمتسابق اللي اسم على غير مسمى. تفضل يا فايز. عندك قصيدة ولا معروض ولا حكاية؟ حكاية مد، حكاية كل بيت. تفضل يا فايز. يا خاسر عفوا. هاي تسميها مقدمة مذيع. أنا حر، أنا أقدم على كيفي وبشروطي وبقراراتي اللي أنا بعلنها. لا لا، رحب بسرعة عشان بعلن قراري. أنا أرحب بالمشاهد الكريم وأعتذر عن هذه المقدمة الضعيفة اللي بدأ بها خالد، لذلك اعذرونا. وما زال خالد رغم 13 سنة وهو على الشاشة لأنه يحتاج إلى ممارسة وإلى توجيه وإلى تحفيز منكم، فأرجوكم كونوا مع خالد. والله أنا ما أعطيك إلا رد رياكشن محمد فهيد الآن، هذا هو الرد المناسب لك.